العياشة لا يستفيدون أبدا من أخطائهم المتكررة على الأراضي الأوروبية بالأخص. أول أمس قام عياشيان اثنان في منطقة نونت الفرنسية بمحاولة إظهار بطولة وهمية، وهم يوثقان عملية إنزال العلم الوطني الصحراوي من أمام بلدية نونت من طرف تقني البلدية الذي قام بإنزال العلم بعد نهاية نشاط صحراوي فرنسي مرتبط بأطفال الصحراء الغربية الذين جاءوا من مخيمات اللاجئين الصحراويين لقضاء عطلة الصيف بفرنسا بين أسر فرنسية ضمن برنامج عطل السلام. العياشي الذي ظهر في الفيديو والذي ستشاهدونه بعد قليل حاول أن يضلل مشاهديه بالقول إنه هو من دفع تقنية البلدية إلى إنزال العلم، وهي كذبة باشرت بعدها السلطات الفرنسية تحقيقا، وقد علمنا أن الشرطة الفرنسية تبحث عن هوية هذا الشخص الذي ظهر في الفيديو والذي كان يبدو أنه مرفوقا بشخص آخر يقوم أيضا بتوثيق اللحظة نفسها من خلال فيديو آخر نسمع من خلاله شعارات الله الوطن الملك، وهي شعارات العبودية التي نقلها هؤلاء إلى أرض الجمهورية. نتابع هذا الفيديو وأعود لكم. اليوم في الصباح أبناء الجالية المغربية بالضبط في شوري ونونت فرضوا على العملاء الفرنسيين بمن فيهم مسؤولين فرنسيين عمدة بلدية روزي بنونت وبحضور ممثل البوليساريو في فرنسا محمد علي الزروالي وبحضور كذلك القنصل الجزائري بمدينة نونت الفرنسية على أنهم ينزلوا شرويطة البوليساريو اللي كيسموها العلم الصحراوي علم بوليساريو ينزلوه من أمام مقر بلدية روزي فنات. انزل بز منكم تنزلوا صحة تنزلوا. وبهذا كنشكر الإخوان في شوري ونات، هادو شباب مغاربة من الجالية المغربية ما عندهم علاقة لا بالدبلوماسية لا بالقنصلية لا بالسفارة، نقدو نسموهم حقيقة دبلوماسية موازية، جمعيات مغربية كتنشط في فرنسا. تحياتنا لهم، لا داعي لك الأسماء. نشوفوا الفيديوهات ونرجعوا نكملوا إن شاء الله. Voilà, on est là à la mairie. Voilà le drapeau Polisario, il va descendre. Tout de suite qu'il va descendre le drapeau de Polisario. Voyez le technicien qui est en train de descendre le drapeau. الله الوطن الملك، عاش المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. والد غابوك اللي انتخان ديسون. الله الوطن الملك، المغاربة الأحرار يهبطون هذا الشرويطة تاع المرتزقة. عاش الملك، الله الوطن الملك، الحمد لله. نحن دائما وراء صاحب الجلالة شعارنا الخالد، الله الوطن الملك. الحمد لله صاحبتي. الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، ميرسي الكوسيون ميم فوالا ميرسي سي جونتي فوالا ميرسي بور لا اكتيفيتي ميرسي. إذا لاحظتم أنه في نهاية الفيديو الذي نشره هذا العياش عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه في الثواني الأخيرة من الفيديو التقني الخاص بالبلدية
كان يعترض على تصويره من طرف هذا الشخص، بل إنه حاول طرح سؤال: لماذا تشكرني على عملي؟ وهو ما يعتبر بأنه محاولة من التقني على الاعتراض على هذا العياشي الذي أخفى الحقيقة عن المغاربة. لماذا كل عياش هو كذاب؟ لماذا تخفون الحقيقة عن الشعب المغربي؟ لماذا تحاولون صنع بطولات وهمية؟ هل عجزت القنصليات والسفارة المغربية في فرنسا عن إقلاع العالم بأن الصحراء الغربية مغربية من خلال عدد من الأنشطة الفلكلورية في كل مكان وعن طريق الرشاوى التي قدمت للكثير من المسؤولين في أوروبا؟ لماذا عجز نظام المخزن طيلة حوالي 50 سنة من أن يثبت لكل المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية في العالم ولكل دول العالم بما في ذلك فرنسا التي نتواجد فيها أن يثبت أن له الأحقية بالسيادة على أرض الصحراء الغربية؟ أسئلة تبقى بدون جواب ما دمنا نعلم أن الجواب الحقيقي الذي يكره العياشة في كل العالم أن الصحراء الغربية لم تكن أبدا مغربية، لا بالتاريخ ولا بالتصوير ولا بحقائب المال ولا بالعياشة ولا ببطولاتهم الوهمية. تحياتي.